المخاوف من التأثيرات الاقتصادية والسياسية لاتفاقية خوري عبد الله مع الكويت تدفع عددا من النواب إلى استنكارها. لجنة الصحة النيابية تكشف عن مساومات لمنح شهادة خلو إشعاع لسكراب في بغداد بهدف نقله لكردستان. أهالي الموصل يباشرون برفع مخلفات داعش بعد تحرير الأراضي من قبل القوات المشتركة، واستعدادات حثيثة للبدء بمعارك تحرير الجانب الأيمن. وفي النشرة أيضا مشاكل عدة تقف وراء تراجع أعداد النخيل في واسطة. نشرة الثامنة من المدى الفضائية، أهلا بكم. المخاوف من التأثيرات الاقتصادية والسياسية التي ربما ستترتب على اتفاقية خوري عبد الله مع الكويت دفع العديد من النواب إلى استنكار هذه الاتفاقية ورفضها. التفاصيل في تقرير صالح الطيب. تتسارع ردود الأفعال الرافضة والمستنكرة داخل مجلس النواب حول اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، حيث يعد نواب العمل بالاتفاقية أمرا مرفوضا، واصفين هذه الاتفاقية بالمجحفة والتي ستكون لها تداعيات خطيرة. نحن نتكلم عن اتفاقية فرضت على العراق في وقت عصيب وغير صحيح فرضا، لذلك نحن حريصين جدا أن تكون علاقتنا مع الدول العربية والدول الإسلامية والدول المحيطة بنا علاقات حسن جوار وعلاقة تفاهم مشترك. مثل هذه الاتفاق تفرض على الشعب العراقي لها تداعيات خطيرة على علاقتنا مع جيراننا، على علاقاتنا مع أخوان العرب، لذلك نحن نطلب في البيان أن تكون علاقات تبنى على أساس المصالح المشتركة ولا تبنى على القسر والفرض. هذه الاتفاقية مجحفة بحق العراق والعراقيين، فرضت في ظروف قاسية وصعبة. القرار المثير للجدل الذي صدر عام 1993 من قبل مجلس الأمن الدولي لم ينفذ منذ صدوره بحسب نواب مطالبين الحكومة بعدم تنفيذه كونه سيؤثر سياسيا واقتصاديا على البلاد. هذا القرار لن ينفذ في الفترة التي تلت صدوره، فكيف تجيز الحكومة لنفسها أن توافق على تنفيذه الآن، مما يشكل بادرة خطيرة تثير أطماع الدول المجاورة للاستيلاء على الأراضي وحقول النفط والمياه العراقية، فضلا عن تأثيراته السياسية والاقتصادية والنفسية. لذا نطلب من الحكومة العراقية عدم تنفيذ هذا القرار المجحف لما له من تداعيات خطيرة على الشعب العراقي خاصة، وأن هذا القرار مطعون به قانونا. الاتفاقية ستضيق المنفذ الاقتصادي والتجاري للعراق والمنفذ البحري للعراق، باعتبار أن خور عبد الله هو يعني منطقة عراقية، وكل الحدود المرسومة سابقا تؤكد هذا، وبالتالي أن مثل هذه الاتفاقية إذا ما تمت فإن العراق سيصبح مخنوق بحريا، وسيؤثر ذلك على منفذه الاقتصادي. وإذا ما تم تنفيذ اتفاقية خور عبد الله فإن ذلك سيزيد الخناق البحري للعراق، وسيؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، خصوصا وأن الاتفاقية تعطي الشرعية لإدارة هذا الممر المائي الذي حفره العراق منذ حوالي 50 عاما للجانب الكويتي. من بغداد، صالح الطيب، المدى. رفعت رئاسة البرلمان الجلسة السابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة إلى بعد غد الاثنين، فيما شهدت الجلسة تصويت على مشروع قانون الأسلحة وتوجيه سؤال شفهي إلى محافظ البنك المركزي. وذكر مصدر برلماني أن جلسة شهدت تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الانتفاضة الشعبانية، مبينا أن الجلسة شهدت أيضا تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الأندية الرياضية.
مضيفا أن الجلسة تضمنت تأجيل تقرير النشاط الفصلي للجنة الزراعة والمياه والأهوار. دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى تشكيل لجان مجتمعية من أجل تفكيك المشاكل في العراق، محذرا من هدر حقوق الضحايا. وقال الجبوري في كلمة له خلال مؤتمر العشائر العراقية للمصالحة الوطنية أن المصالحة الوطنية كانت وإلى وقت قريب نقطة حوار سياسية نخبوية ابتعدت عن إشراك الفعاليات الاجتماعية، لافتا إلى أنه كان الأولى أن يولد هذا المشروع في حضن منظمة المجتمع المدني وتتناوله المؤسسة السياسية والتنفيذية والتشريعية. لقد آن الأوان أن يتفاعل مشروع المصالحة المجتمعية ميدانيا على شكل تفاصيل تعني بفك الاشتباك في قضايا الخلافات الفرعية داخل العشيرة الواحدة والمنطقة الواحدة والبيئة الواحدة، وأن تحسم اللجان الميدانية كل هذه المشاكل في وقت محدد، وأن تضع ضوابط واضحة ولوائح تنظيمية لهذا الجهد وحسب متطلبات الحاجة لكل منطقة وواقعة، وتوثق هذه الحلول على شكل مواثيق وعهود اجتماعية حاسمة تنساق مع الدستور ولا تتقاطع مع القوانين. من جهته حذر رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم، حذر من استمرار دوامة العنف بالعراق في حال عدم المضي بمشروع التسوية الوطنية، مبينا أن التسوية الوطنية ليست مشروعا بين الشيعة والسنة فقط وإنما تشمل العراقيين جميعا. البعض يستهدف التسوية لأن بضاعته الطائفية والكره والبغضاء والأحقاد، وفي ظل التسوية يفقد البضاعة التي يسوق فيها نفسه. أقول البعض ولا أعمم، والبعض يجهل تفاصيلها، والبعض تعرض للتشويش الكبير من وسائل الإعلام، ولكن لا خيار لنا إلا أن نتفاهم مع بعضنا ونتوحد على أسس صحيحة ونمضي على بركة الله. إلى ذلك أكد رئيس ديوان الوقف السني أن مؤتمر العشائر العراقية للمصالحة الوطنية يأتي لدراسة دور العشائر في وحدة العراق ودعم الاستقرار وتقوية سلطات القانون من أجل بناء دولة المؤسسات. هذا المؤتمر جاء ليدرس دور القبائل في وحدة العراق وفي تدعيم الأمن والاستقرار وسيادة سلطان القانون ودوره في المصالحات المجتمعية وعودة النازحين والمهجرين، ودوره الأبرز والأعمق هو الوصول إلى بناء الدولة القانونية التي تقوم على قاعدة المواطنة المتساوية. تزداد حدة السجال غير المعلن بين العباد والمالكي بشأن ترأس قائمة ائتلاف دولة القانون في الانتخابات المقبلة، فيما تحرك ائتلاف المالكي بخطوات بدت مبكرة للتفاوض مع كتل وأطراف لتشكيل حكومة الأغلبية وسط أجواء يشوبها الخوف من تحركات فريق العباد والصدريين. بينما يتواصل سجال غير معلن بين العباد والمالكي بشأن ترأس قائمة ائتلاف دولة القانون في الانتخابات المقبلة، ينشغل أمين عام حزب الدعوة نور المالكي بالتفاوض مع كتل سياسية لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية في المستقبل التي تصطدم مع رغبات أطراف سياسية متنفذة لا تريد إعادة تجربة فترة الثماني سنوات الماضية. الأغلبية السياسية بمعنى أنك تدعو إلى سحق الآخرين، إقصاء الآخرين، ولذلك من المستحيل أن تطبق أو يطبق هذا المبدأ في الانتخابات القادمة أو في الحكومة القادمة. تحركات المالكي المثيرة للجدل ولقاءاته مع شيوخ العشائر وبعض السياسيين أيقظت كتلا سياسية ودفعتها بالتحرك نحو كتل أخرى للوقوف بوجه مساعي هذا الرجل، وباتت هذه الجهات تستجمع قواها لتشكيل حكومة أغلبية تقطع الطريق أمام عودة نور المالكي مجددا
إلى رئاسة الحكومة. الحراك الكبير الآن جاي يجري على أعتاب قرب الانتخابات سواء المحلية وكذلك ما بعدها انتخابات مجلس النواب، طبيعي أن يكون هناك برامج سياسية، هناك دعوات إلى تغيير في النظام من نيابي إلى جمهوري، هناك دعوة إلى حكومة أغلبية. هذه القضايا باعتقادي تحتاج إلى مزيد من النقاشات، لا يمكن أنه يكون لكتلة سياسية رأي لمفردها ولا يمكن أن يكون لكيان سياسي رأي لمفردها. تتسابق القوى الشيعية فيما بينها لتأمين الأغلبية السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، ففريق المالكي الذي يستعد مبكرا وبدأ يتفاوض مع كتل ومكونات لإقناعها بمشروعه الجديد يصطدم ويتخوف بتحركات فريق العباد والصدريين مع كتل سياسية للوصول إلى الأغلبية. من بغداد، محمد صباح، المدى. عد الحزب الشيوعي العراقي أن اعتماد نظام سانت ليغو المعدل في الانتخابات المحلية يهدف لإقصاء القوائم التي لا تنتمي للكتل المتنفذة الكبيرة. وحمل سكرتير اللجنة المركزية في الحزب رائد فهمي ممثلي الكتل الكبيرة المسؤولية عن الصراعات الرئيسية التي تهدف للامتيازات والمواقع دون اهتمام بالصالح العام، مطالبا بالتغيير والإصلاح لمواجهة التحديات التي تواجه البلد وفتح آفاق مصالحة وطنية ومجتمعية حقيقية وحفظ وحدة البلاد وتجنيبها مخاطر التقسيم والاحتراب الداخلي. كشف رئيس لجنة الصحة والبيئة النائب قتيبة الجبوري عن تعرض مديرة مركز الإشعاع لمساومات من أجل منح شهادة خلو من الإشعاع لمواد سكراب موجودة بكسرة وعطش، مبينا أن ذلك جاء بغية نقل تلك المواد إلى إقليم كردستان. هناك تلوث في منطقة كسرة وعطش، كان هذا التلوث بنسبة محدودة ولكن بفعل الإهمال توسعت مساحة الانتشار وكذلك تركيز هذا العنصر المشع الذي هو عنصر الأريديوم. وحقيقة مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة شخص هذه الحالة في شهر آيار من عام 2016، واليوم والآن هذا الموضوع يفترض أن يكون متابع من قبل الهيئة الوطنية للسيطرة على المراكز على المصادر المشعة، وكذلك عملية إزالة هذا العنصر المشع تقع تحت مسؤولية وزارة العلوم والتكنولوجيا الملغاة. نحن سنرسل هذا الملف بكتاب رسمي إلى مكتب دولة رئيس الوزراء، وكذلك ندعو الأخت وزيرة الصحة الدكتورة عديل أيضا إلى متابعة هذا الموضوع. وحقيقة السيدة مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع إنسانة مهنية ولم تقبل أي مساومة، وطلب منها أن تعطي شهادة خلو لهذه المنطقة في كسرة وعطش من وجود إشعاع لغرض أن يتم تحميل السكراب والذهاب به إلى كردستان، أي أن قضية تجارية، لكنها رفضت رغم كل الضغوط والمساومات، أي أن صحة الناس بدت تتحول إلى صفقات تجارية للأسف الشديد. أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية الانتهاء من تعديل مشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات، مشيرة إلى أن اللجنة ستطالب رئاسة البرلمان بإدراج القانون على جدول أعمال الجلسات المقبلة. رئيسة اللجنة ميسون الدملوجي لفتت إلى أن اللجنة ناقشت وبشكل مستفيض مشروع القانون وقد انتهت من إقرار الصيغة النهائية بعد أن تم إجراء التعديلات على مشروع القانون، مضيفة أن اللجنة ستستضيف رئيس وأعضاء هيئة الاتصالات ووزير الاتصالات للمشاركة في إكمال صيغته النهائية بعد اطلاعهم على التعديلات التي أجرتها اللجنة النيابية. ما أن استعادت القوات الأمنية مناطق الموصل من سيطرة داعش حتى باشر الأهالي بإزالة آثار التنظيم وشعاراتهم التي ملأت كل مكان وسط مطالباتنا بتوفير الخدمات الضرورية. التفاصيل في تقرير مناف الشمالي. هذا ما خلفته عصابات داعش الإرهابية في مدينة الموصل بعد أن استعادت القوات الأمنية العراقية الجانب الأيسر بشكل كامل. دمار وخراب طال أغلب المباني والبنى التحتية والمرافق الصحية نتيجة تفجيرها من قبل إرهابي داعش. كاميرا المدى جالت في شوارع وأزقة الموصل
لتوثيق حجم الخراب والدمار اللذين حلا بالمدينة. احنا هسه منطقة دورة الحمام نينوى الشمالية قريبة عن منطقة النبي يونس، منطقة حي الجزائر يسموها دورة الحمام. نحمد الله ونشكر هسه حالتنا رجعنا الحالة الطبيعية، قبل مثل كنا متضايقين ورجعنا هسه مثل ما تقول يمكن هاي صارت هسه يعني الحصر علينا رجعت يمكن التقارب الألفة بين العربي والكردي والشيعي والسني والمسيحي، هي منطقة متخالطة هذه. أهالي الموصل وبعد خلاصهم من حكم عصابات داعش بعد عامين ونصف العام من سيطرتها عليها قاموا بإزالة آثار الإرهابيين وشعاراتهم وعباراتهم الطائفية التي تدعو إلى الحقد والكراهية وزرع الفرقة بين أطياف النسيج العراقي، والتي كانت تملأ الشوارع والواجهات العامة في المدينة. والله الحياة رجعت طبيعية والحمد لله، فتحنا المحلات وعنا الضوف واللي تنفتح إن شاء الله الطرق والسيارات عتروح وتجي، ودورة الحمام مستقرة حيل وماكو بها أي ضرب أو أي قصف، والقوات الأمنية متعاونة وجيد جدا. والله حاليا الحمد لله الوضع مستقر أمان، بس ننتظر الإعمار تنظيف الشوارع بعد يستقر الوضع، يعني تعرف يعني الحياة ترجع طبيعية مثل كما كانت، تبدأ الخدمات، يجينا الماي والكهرب. الماي والكهرب نعاني منه بشكل، هسه الكهرب نحن ميسين منه، بس احنا الماي ننتظر ان شاء الله عن قريب يصلح ويجينا الماي. أصحاب المحلات التجارية في الموصل بدأوا أيضا بإزالة آثار داعش أمام محلاتهم من أجل فتحها بعد استقرار الأوضاع الأمنية بشكل عام، مطالبين الحكومة المحلية بضرورة توفير الخدمات الأساسية لهم. والله حسب لا يقارن بالسابق، يعني حسن يعني مساحة فد غمة كل كبيرة مع المصدور كل أهل الموصل، يعني هم والأطراف الحمد لله يعني. وتنشر عصابات داعش الإرهابية في المناطق التي تسيطر عليها جداريات تكتب عليها شعارات تروج لها ولخلافتها المزعومة. من الموصل، مناف الشمالي، قناة المدى. أعلنت قيادة عمليات قادمون يانين وإسناد مهمة تحرير قضاء تلافر والمناطق المحاذية لها لقوات الحشد الشعبي. وأشار قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير يار الله إلى أن مهام القوات المشتركة ستتركز على تحرير مركز مدينة الموصل، مؤكدا أنه تم وضع خطة عسكرية محكمة لاستعادة الجانب الأيمن من المدينة. أكد النائب عن كتلة بدر النيابية حنين القدو وجود تلكؤ من قبل مؤسسات الدولة في إعادة إعمار الخدمات الأساسية في المناطق المحررة لتشجيع النازحين على العودة إلى سكنهم. من خلال زياراتنا الميدانية لاحظنا وجود تلكؤ حقيقي من قبل مؤسسات الدولة في إعادة الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء للمنطقة لتشجيع العوائل المهجرة منذ آب 2014 من العودة إلى قراهم وقصباتهم. أهلا بكم من جديد. أعلنت دائرة صحة محافظة المثنى أن 10 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بإطلاق نار أثناء تواجدهم بالقرب من عراضة عشائرية شمالي غربي السماوة. وقال مدير إعلام صحة المثنى على الشيخ أن هذه العراضة كانت كبيرة جدا واستخدمت فيها أسلحة متعددة دون الاكتراث لعدد الإصابات التي قد توقع بالكثيرين أثناء استخدامها، مضيفا أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة. طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة العراقية بتفعيل قانون منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية. وأعربت المفوضية في بيان لها عن أسفها لمقتل وإصابة 9 أشخاص بعراضة عشائرية بمحافظة المثنى، داعية منظمة المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تنفيذ برامج توعوية للحد من هذه الظاهرة.
أكدت إدارة قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحارية بالقرب من نقطة أمنية غربية القضاء. رئيس مجلس قضاء الفلوجة طالب الحسناوي أكد أن السيارة التي انفجرت في منطقة الحلابسة عند المدخل الغربي لمدينة الفلوجة لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية. وأضاف الحسناوي في سياق آخر أن القوات الأمنية تمكنت من إبطال مفعول عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين بالطريق العام في حي النزال والشهداء وسط القضاء. وللحديث أكثر عن الملف الأمني في الأنبار معنا عبر الهاتف ضابط استخبارات لواء الصمود المقدم ناظم الجغيفي. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا سيادة المقدم، ما هي آخر التطورات العسكرية والعمليات ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار؟ نعم، العمليات مستمرة بعد انطلاق العمليات من قضاء حديثة نحو الغرب والوصول إلى مدينة عانة. الآن الوضع الانهيارات لدى صفوف داعش مستمرة، لكنهم لجأوا إلى إرسال السيارات المدنية المفخخة أي لإرسالها إلى نقاط التفتيش بعد سيطرة القوات وانتشار ومسك الأرض هناك. لماذا لا يتم وضع خطط ناجحة ومحكمة للحيلولة من الخروقات الأمنية التي تحدث في المناطق المحررة من محافظة الأنبار خصوصا مدينة الفلوجة؟ نعم، لا، الكل يعرف أن مدينة الفلوجة كان سقطت بيد داعش قبل دخول داعش إلى الموصل، فهناك حواضن كثيرة لهذه العناصر في قضاء الفلوجة، مما يؤدي إلى تسهيل مهمة إرسال السيارات المفخخة باتجاه القوات الأمنية. عوائل تنظيم داعش الباقية في المحافظة كيف يتم التعامل معها؟ طبعا هاي الملف نلاقي به صعوبة جدا، لأنه العوائل كنساء أو أطفال أو عوائل اللي خرجت منها الدواعش دخلت من قسم من هذه العوائل إلى قضاء الفلوجة أو قضاء عيد، وهي الآن تعتبر منطقة رخوة لاستقطاب من يحمل هذا الفكر الداعشي. نعم. إلى هذه العوائل كيف سيتم التعامل معهم؟ الحقيقة التعامل معهم الآن كل هذه العوائل المشبوهة أطرأت قوة قيادة عملية الجزيرة استمارات أمنية أطرأت لوضعهم في مخيمات أو في أماكن يحتجز إلا بعد التدقيق من عدة جهات والسماح لهم بالسكن هناك. ضابط استخبارات لواء الصمود المقدم ناظم الجغيفي، شكرا جزيلا لك. أعلن الحشد الشعبي إكمال نحو 70% من خندق بادية النجف، مؤكدا أن مسار الخندق يمتد عبر صحراء كربلاء والديوانية والسماوة. وذكر مصدر مطلع أن الهدف من إنشاء هذا الخندق الذي تكفل به الحشد الشعبي هو حماية العتبات المقدسة والمواطنين ومواجهة أي اعتداء إرهابي من جهة الصحراء الغربية، لافتا إلى أن عملية الحفر تتم بجهود ذاتية من قبل الحشد الشعبي. أفاد مصدر في شرطة صلاح الدين أن قوة أمنية من شرطة المحافظة والحشد العشائري تمكنت من إجبار عناصر تنظيم داعش من الانسحاب من بعض المناطق في شرقي تكريت. وذكر المصدر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة 8 أشخاص من كلا الطرفين، لافتا إلى نزوح نحو 700 عائلة جراء تلك الأحداث.
ولفت المصدر إلى أن القوات الأمنية شنت هجوما مضادا تمكنت من خلاله إجبار عناصر داعش على الانسحاب من المنطقة نحو منطقة مطيبيجة وحمرين، مخلفين وراءهم جثتين وعجلة محترقة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم مجلس محافظة صلاح الدين علي الحمداني. أهلا بك معنا. أهلا ومرحبا بك وبكل مشاهدي قناة المدى الفضائي. حياك الله أستاذ علي. ما الجدوى من بناء جدار عازل حول قضاء سامراء في المحافظة؟ ألا تخشون من عزل القضاء عن سائر النواحي والأقضية في صلاح الدين؟ نعم، يعني هذا الجدار حسب يعني المعلومات المتوفرة لدينا في محافظة صلاح الدين أنه هذا الجدار هو ليس جدار عازل، بل هو جدار أمني من أجل حماية المنطقة القديمة في مدينة سامراء وحماية الإمامين العسكريين في المدينة من أي هجوم إرهابي قد يتعرض له المرصد في الأيام القادمة. هذا لا ترفض بصراحة جميع الأوساط السياسية والعشائرية والحزبية إضافة إلى الجماهيرية، جماهير اليوم مدينة سامراء يعني أي كل يعلم بأنه يعتبرون الإمامين العسكريين هما رمزين، وأن نسل أهالي المدينة يعود إلى الإمامين العسكريين سلام الله عليهما. فهذا لا رفض. إضافة إلى ذلك طالب أيضا المجلس المحلي في مدينة سامراء ومقامي قضاء سامراء وأيضا شيوخ العشائر والمثقفين والناشطين المدنيين في مدينة سامراء طالبوا بعدم إقامة مثل هكذا جدار، إضافة إلى حماية المدينة بكاملها ليس فقط لهذه المنطقة أو الرقعة الجغرافية، بل يجب أن تكون هنالك سوق أمني لكل مدينة سامراء بل لكل محافظة صلاح الدين، وهذا بصراحة ما نتمناه من نعم. الحكومة العراقية وخصوصا الجهات الأمنية في وزارة أستاذ علي النخف الداخلية. نعم، النخف في قضاء سامراء أكدت أن بناء الجدار ربما سيكرس العزل الطائفي ما بين مكونات محافظة صلاح الدين، كيف تعلق على ذلك؟ نعم، وهو هذا بصراحة هذا ما نرفضه نحن اليوم كحكومة تنفيذية في محافظة صلاح الدين، نرفض مثل هكذا يعني أمور قد يعني تجرد المدينة من الإمامين العسكريين، والكل يعرف بأنه الإمامين العسكريين هما نبضاء الحياة محافظة صلاح الدين، هنالك ثروة دينية إضافة إلى ثروة اقتصادية إضافة إلى ثروة سياحية. مدينة سامراء تعتبر من أقدم المناطق العراقية، لم يعني نقول أنها فقط في محافظة صلاح الدين بل كل العراق يعرف أن مدينة سامراء لها تاريخ، في يوم من الأيام كانت أيضا عاصمة للدولة العربية والإسلامية. اليوم كمجلس محافظة وكمحافظة تنفيذية بصراحة يعني هنالك عدة اتصالات مع جهات مختصة في بغداد إضافة إلى النجف الأشرف وكربلاء المقدسة من أجل يعني التوصل إلى حل يرضي الجميع. اليوم يعني وكما يرى العالم أسمع بأنه الطائفية كرسها داعش والإرهاب، لكن بصراحة مزقتها وحدة العراقيين الطائفية اليوم مرفوضة من كل أطياف الشعب العراقي سواء كان بسنته أو بشيعته بعربية أو بأكراده. اليوم نحن نقف وجها بيدا واحدة بوجه أقوى وأبشع مجرمين في العالم العربي خصوصا. داعش اليوم يتمركز في الكثير من المناطق ليس فقط العراقية بل أيضا مناطق عربية أخرى محتلة من قبل داعش. طيب أستاذ علي، لماذا لا يتم إشراك أهالي سامراء في ملف القضاء الأمني، الملف الأمني لقضاء سامراء عبر تفعيل الجهد الاستخباري هناك؟ لا، هنالك بصراحة هنالك يعني مشاركة في حماية مدينة سامراء. مدينة سامراء اليوم هنالك يعني عدة جهات أمنية، هنالك فصائل من العشائر
هنالك الشرطة المحلية هم من مدينة سامراء. نعم. من تقريبا أكثر من 2700 منتسب في الأجهزة الأمنية من أهالي مدينة سامراء، هنالك أيضا الشرطة الاتحادية من أهالي مدينة سامراء. قد يعني لم تصلك معلومة، هنالك معلومة أن هنالك فوج كامل في الشرطة الاتحادية هم من أهالي مدينة سامراء الآن يمسكون الأرض وأيضا يمسكون عصابات داعش الإرهابية. هنالك عشائر معروفة في مدينة سامراء، البوباز والبعباس والبنيسان والبرحمن، إضافة إلى العشائر البعيدة أيضا هنالك حشد في الكيشيفة وهي أيضا تابعة إلى مدينة سامراء، وأيضا ناحية العبادية إضافة إلى البخدة وجزام سامراء، هذه كلها مناطق الآن مسيطر عليها من قبل الأجهزة الأمنية، أيضا هم من أهالي مدينة سامراء. لكن بصراحة يعني أقول لك عزيزي أنه اليوم يعني هنالك عدة مفاوضات وعدة اتصالات جرت من حكومة صلاح الدين التنفيذية إضافة إلى التشريعية إضافة إلى الجهات، هنالك بصراحة يعني تواصل مشترك ما بين حكومة صلاح الدين وما بين الجهات المسؤولة عن هذا المشروع وأيضا عن ملف حماية الإمامين العسكريين، وقد نصل يعني في الأيام القليلة القادمة إلى حل يرضي الجميع، لأنه يعني كما ذكرت في بداية كلامي أنه نحن في محافظة صلاح الدين نرفض رفضا قاطعا أي تكريس للطائفية وأي تكريس لعملية عزل الإمامين العسكريين عن أهالي المدينة. المتحدث باسم مجلس محافظة صلاح الدين علي الحمداني، شكرا جزيلا لك. جملة من المشاكل تعتبر من أسباب تراجع أعداد النخيل في محافظة وسط من 3 ملايين إلى 1.5 مليون نخلة، وتأتي في مقدمة تلك المشكلات تجريف الأراضي الزراعية والبساتين وغيرها. التفاصيل مع بهاء زهير. تشهد أشجار النخيل في محافظة وسط تراجعا كبيرا في أعدادها من 3 ملايين إلى 1.5 مليون بعد أن كانت تنتج أجود أنواع التمور في العالم، لجملة من المشاكل وأبرزها تجريف الأراضي الزراعية والبساتين وتحويلها إلى مباني سكنية، فضلا عن شح المياه والآفات الزراعية. أنا متضرر من ناحية سويت تعاقد ويا الدولة بستان مساحته 10 دونم على طريقة هيئة النخيل والغابات، وحاليا البستان تضرر بأسباب الفساد الإداري والواسطات يعني، وما نفذونا أي شيء، وإحنا أثر على البستان وعلى عندنا قسم مواطنين مزارعين من ضمن القرية ما يقارب 11 عقد، وهذا حاليا البستان مالتنا يعني عشان صار له فترة ما يقارب شهر ونص من أو شهرين من قطع النهر أسباب الروي. أسباب انخفاض أعداد النخيل في وسط هي قلة منافذ التسويق الحكومي وارتفاع تكاليف خدمة النخيل مقارنة بسعر التسويق والبيع، عدم وجود تخصيصات مالية ضمن المبادرة الزراعية الخاصة بتطوير بساتين النخيل، شحة المياه أدت إلى عدم التوسع بزراعة النخيل، كذلك توقف أغلب القوانين الخاصة بالبستنة التي تسمح بزراعة النخيل كقانون 117 سنة 1970 وقرار 220 لسنة 1974. أسباب كثيرة جعلت العراق يتراجع عن تصدير التمور بعد إن كان في الصدارة، أهمها موت الآلاف من أشجار النخيل نتيجة الحروب المتتالية التي مرت بها البلاد، والإهمال وسوء التعليم في المصانع العراقية، فضلا عن حرق وموت مساحات واسعة من بساتين النخيل بعد نزوح المزارعين، حال دون استكمال مسيرة التمور العراقية في الأسواق الخارجية بحسب مختصين. كانت تأتي أو تدخل العراق كميات كبيرة من العملات الأجنبية نتيجة لتصدير التمور ومنتجاتها إلى العالم الخارجي، وكما هو معلوم أن التمور العراقية مطلوبة باعتبارها أجود أنواع التمور في العالم، لكن للأسف الشديد حاليا
بعض التمور العراقية تصدر إلى الدول الخارج ثم تأتينا مرة ثانية بشكل معلب أو بشكل منتج بشكل جديد، يعني تدخل عليها الأيدي الصناعية بحيث ترجع إلى العراق، وهذا يستنزف عملات أجنبية للأسف الشديد. كانت الأرقام تشير إلى وجود 3 ملايين نخلة في العراق. آخر أحصائية متوفرة لدي كمؤسسة حكومية هي 1,651,000 نخلة، أي بمعدل انخفاض وصل إلى 45%، وهذا مؤشر خطير جدا. الأسباب بهذا التراجع بأعداد النخيل كثيرة. الأول هو تكاليف الإنتاج أو تكاليف العناية بالنخلة مقارنة بتكاليف البيع في الأسواق المحلية. عدم وجود خطط من قبل الحكومة للاهتمام بهذه الأشجار التي يمكنها أن تدر أرباحا كبيرة لإنعاش الاقتصاد العراقي قد يؤدي لتبعات خطيرة على أسر تعيش على زراعة أشجار التمور، ناهيك عن إمكانية أن تكون موردا اقتصاديا مهما يعضد موارد البلد الأخرى. بهاء زهير، قناة المدى، وسط. أكدت اللجنة المالية النيابية عدم وجود تأخير في صرف رواتب موظفي الدولة، مؤكدين أن الحكومة تسير وفق خطط مالية تؤهلها صرف رواتب بتواريخها المحددة. وقال عضو اللجنة سرحان أحمد أن الحكومة الاتحادية تسير وفق خطط مالية تجعلها مستعدة لتوفير رواتب الموظفين بتواريخها، مضيفا أن ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغير ذلك عار عن الصحة. ما زال الفقراء المستفيدون من شبكة الحماية الاجتماعية بانتظار إطلاق رواتبهم التي قطعت من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد أن وضعتهم تقييمات حكومية فوق مستوى خط الفقر. ما زال الفقراء المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية بانتظار إطلاق رواتبهم التي قطعت من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد أن وضعتهم تقييمات حكومية فوق مستوى خط الفقر، وإنهم لا يستحقون الإعانات المالية التي تقدم لهم. الكثير من أولئك الفقراء يعتمد بشكل كبير على هذه الإعانات البسيطة، وبقطعها عنه دخل بأزمة أخرى تضاف إلى ما يعيشه من أزمات. أخوي أنا عندي ابن عاجز صار له 4 سنوات عاجز كليا، وأقرانا كلهم سلموا راتب ومشيت معاملات في 3 سنوات. أنا المعاملة نايمة بالمحافظة ما مشيت. آخر شيء صارت الاستمارة على الانترنت، وهذا تشوفه هو قدمت استمارة على الانترنت، أنا طلع اسمه بأول وجبة مشمول بس قال توقف، والله هذا إلا متزوج وأنت تعينه، وأنا 7 نفرات برقبتي وقاعد تجاوز وكل شيء معدول، لحد الآن ما أعرف مصير شنو. جيت أستلم راتبي من أحد المكاتب، طلعت البطاقة مكتوبة فوق خط الفقر، وأنا عندي عجز كليا، وأنا بطاقتي بيها بس 2 أنا وأهلي. سويت اعتراض وكملت، صار تقريبا 23 يوم 25 يوم، كل ما راجع ما أعرف يعني كل شيء ما يقولوا لي. عمي مشكلتي ما قاطعي، قلت لك قاطعي راتبي، وكل ما عندي أملك، كل شيء ما أملك الله بدالك. وأنا طالعين على بيتهم، هم طالعين على بيتهم كاشفينه 3 مرات مو مرة واحدة. 5100 مستفيد هم من قطعت عنهم إعانات شبكة الحماية الاجتماعية في كربلاء بحسب استمارة تقييم للمستوى المعيشي لهم وضعتها وزارة التخطيط دون أن يكون أي دور أو رأي فيها لوزارة العمل، والتي أكدت على أنها ستطلق هذه الرواتب ومن ثم تعيد تقييم المستحقين من خلال لجنة خاصة. نعم، ما أن أي رأي بها تماماً، وحتى بنفس الوقت ما نعرف المعايير والأوزان التي تعطيها عن الإجابة على كل سؤال من هذه الاستمارة. وافق مجلس الوزراء على إطلاق الإعانة لهؤلاء 5101، وبعدها يتم النظر باعتراضاتهم، اللي يستحق الإعانة يطلقوا له الإعانة، واللي ما يستحق يتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحقه. مصاعب العيش لهؤلاء الفقراء وعدم امتلاكهم مصدر مالي يوفر أبسط متطلبات معيشتهم هو من جعلهم يتوجهون لطلب إعانات شبكة الحماية الاجتماعية، وقرار قطع هذه الإعانات عنهم لم يكن منصفا بحسب مسؤولين محليين في كربلاء.
حقيقة من خلال متابعتنا لهذه العوائل بأنه كثير منها هو تحت خط مستوى خط الفقر، وهو لا يستحق بأن يخرج من رواتب الرعاية، ورأينا بأنهم كانوا غير منصفين وليس هنالك عدالة بهذه النتائج التي أجروها على هذه المواطنين، أنه أكثرهم ليس لديهم رواتب، ليس لديهم مورد اقتصادي آخر، لكن تم قطع رواتبهم. ويبقى المواطن الفقير بانتظار إطلاق إعانته المالية البسيطة والتي لا تساوي شيئاً أمام ما يتقاضاه كبار المسؤولين من رواتب وامتيازات لم يصل لها التقشف المالي ولا تقييمات وزارة التخطيط التي حرمت الفقراء من مصدر معيشتهم الوحيد. من كربلاء طارق الطرفي، المدى. ارتفعت أسعار النفط مدفوعة بتراجع الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل وفرة الإمدادات وتنامي المخزونات رغم جهود أوبك والمنتجين الآخرين لخفض الإنتاج من أجل دعم السوق. وارتفع سعر خام القياس العالمي برنت 35 سنتا ليبلغ 55 دولار و43 سنتا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف لتبلغ 52 دولار و95 سنتا للبرميل. ختام النشرة، هذا تذكرون بأبرز ما جاء فيها. المخاوف من التأثيرات الاقتصادية والسياسية لاتفاقية خوري عبدالله مع الكويت تدفع عددا من النواب إلى استنكارها. لجنة الصحة النيابية تكشف عن مساومة لمنح شهادة خلو إشعاع لسكراب ببغداد بهدف نقله لكردستان. أهالي الموصل يباشرون برفع مخلفات داعش بعد تحرير الأراضي من قبل القوات المشتركة، واستعدادات حثيثة للبدء بمعارك تحرير الجانب الأيمن من المدينة. وكان في النشرة أيضا مشاكل عدة تقف وراء تراجع أعداد النخيل في محافظة واسط. نشرة انتهت. للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام وجوجل بلاس، كما يمكنكم متابعتنا أيضا على الموقع الرسمي للمدى www.almadatv.com. دمتم في أمان الله.